منذ أن وقعت الضفة الغربية تحت الاحتلال الإسرائيلي الكامل عام 1967، لم تتوانى السلطات الإسرائيلية عن خلق بيئة صعبة ومعقدة لحوالي 2,800,000 فلسطيني يعيشون هناك بهدف دفعهم لترك أراضيهم وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم في محاولة لتغيير التكوين الديموغرافي للمنطقة. أحد الأساليب التي تنتهجها إسرائيل لتحقيق هدفها هو سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين بحجج مختلفة، أهمها عدم وجود تصريح بناء والحصول عليه أمر مستحيل عملياً، أو كإجراء عقابي لأسرة أي فرد يقوم بعمل أو بمحاولة عمل هجومي على إسرائيل، أو بإعلان مناطق شاسعة كمحميات طبيعية أو مناطق إطلاق نار ليتسنى لإسرائيل تهجير عدد كبير من الفلسطينيين في المرة الواحدة. تهدف مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان من خلال هذا التقرير إلى استعراض هذه السياسة ودوافعها وتبريراتها من الجانب الإسرائيلي، وإيضاح عدم قانونيتها ومخالفتها للقوانين والأعراف الدولية من جهة أخرى، وتوجيه دعوة لكل الجهات المعنية في الأمم المتحدة ودولها الأعضاء للضغط على إسرائيل لوقف هذه السياسة المجحفة في حق الفلسطينيين.